لمزيد من القراءه وفتح النقاش حول هذا الامر ينضم الينا من العاصمه الاردنيه عمان الدكتور عصام الكاوي استاذ الدراسات السياسيه والاستراتيجيه. دكتور عصام بعد التحيه، فيما يبدو وفيما بدا ايضا من التصريحات والمواقف الاردنيه والمصريه ان مساله التهجير القسري وحتى النزوح الداخلي والاجباري للفلسطينيين من قطاع غزه والضفه الغربيه هي مساله حاسمه وغير خاضعه للنقاش سواء لمصر او الاردن. كيف نقرا المواقف الدولية التي ربما مالت في الأيام الأخيرة في الأسابيع الأخيرة ناحية القاهرة وعمان فيما يتعلق بمسألة التهجير؟ مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. يبدو لي أن الموقف الأردني والموقف المصري منذ هذا العدوان الغاشم على قطاع غزة، وخاصة أيضا ظهر جليا في مؤتمر القاهرة للسلام، حيث أن جمهورية مصر العربية على لسان الرئيس السيسي وأيضا حديث جلالة الملك في المؤتمر أكد يعني وبكل وضوح أن عملية التهجير القسري عملية مرفوضة جدا، وقد تصل كما يعني أشار جلالة الملك ووزير الخارجية الأردني بأنها إعلان حالة حرب. أعتقد أن هذين الموقفين لمصر والأردن شكلا نوعا من الضغط السياسي على حكومة نتنياهو المتطرفة، واعتبر أن ذلك خط أحمر لا يجوز لتلك الحكومة المتطرفة تجاوزه، إضافة إلى الموقف الإقليمي برمته المواقف العربية والموقف الدولي الذي بدأ يتشكل بشكل واضح وجلي، حتى أنها وصل اليوم إلى استدعاء سفيري بلجيكا وإسبانيا لوزارة الخارجية الإسرائيلية على مواقفهما المتشددة حيال التطرف والهمجية التي استخدمتها حكومة الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة. كل هذه الأمور تعطي درجة واضحة على أن الموقف العربي عندما تم يعني اتخاذه سواء كان بموقف الدول العربية في مؤتمر القاهرة للسلام أو الموقف العربي الإسلامي في جدة يعني شكلت نوعا من الإعلام العربي الإسلامي ورسالة موجهة إلى حكومة إسرائيل المتطرفة وإلى العالم، وبالتالي نشاهد مثل هذا التغير في الرأي العام الدولي وحتى على المستوى الرسمي في كثير من الدول التي كانت مؤيدة لإسرائيل.